بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فشعور آخر، ورمضان كله مشاعر. في تلك اللحظات التي نفطر فيها وقت أذان المغرب، هناك فرحة تكون في قلب المؤمنين. هذه الفرحة ليست فرحة بذهاب الجوع أو ذهاب العطش، إنما فرحة في قلب المؤمن. وكيف يكون ذلك؟ لأننا في كثير من الأحيان نمر في نفس الظرف، أقصد ظرف الجوع والعطش. فكم منا من أحيانا يخرج صباحا لعمل ما، فلربما لا يرجع حتى صلاة العشاء وهو لم يأكل أي شيء، وربما لم يطعم أي شيء ولا لم يشرب أي شيء، لكنه وقت أن يرجع إلى البيت ويأكل لا يشعر بتلك الفرحة التي يشعر بها الصائم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك فرحة للصائم عند فطره، والفرحة الأخرى عند لقاء ربه. هذه الفرحة التي هي عند الصائم، الله سبحانه وتعالى جعلها في قلب الصائم. وهنا لابد أن نستشعر بالشق الآخر من الحديث، وفرحة عند لقاء ربه. هذه الفرحة التي نحتاجها، الاشتياق إلى تلك اللحظات، أن تشتاق حقا إلى لقاء ربك، أن تشتاق إلى رؤية معبودك ومحبوبك الأوحد سبحانه وتعالى. هذه الفرحة إذا حصلت في قلب المؤمن، ماذا يحصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله سبحانه وتعالى لقاءه. وماذا أفضل وأجمل من أن يحب الله سبحانه وتعالى لقاءك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن كل واحد منا سيلاقي الله وسيكلمه الله سبحانه وتعالى، ليس بينه وبينه ترجمان. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك فتنظر في تلك اللحظات، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. تلك المشاعر والأشواق التي تقودنا في وقت الصيام هي دافع كبير لأن نحسن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وأن نحسن العبادة مع الله سبحانه وتعالى، حتى يكون موقفنا يوم القيامة بين يديه موقف سلس جميل سهل، وليس بموقف مساءلة وحساب كما ذكرنا سابقا. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أن للمؤمن موقفان بين يدي الله سبحانه وتعالى: موقف بين يدي ربه في الصلاة وهذه في الدنيا، وموقفه يوم القيامة. فمن أحسن الوقوف في الدنيا بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاة، سهل الله عليه سبحانه وتعالى وقوفه يوم القيامة. فنحن مقبلون على شهر الصيام والقيام، فطوبى لمن اغتنم تلك الفرصة وجد واجتهد وأحسن وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، واشتاق إلى الله حتى يشتاق الله إليه. سأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كل خير. Dear brothers and sisters in Islam, there are many feelings that we can feel in Ramadan. Among those is just when we are fasting and the time of Maghrib comes, and we want to break our fasting, maybe with a date, a water. But the feeling that we have in that moment, the kind of happiness that we have in our heart, it is something that we cannot find it in any other place. And how is that? Because the Prophet ﷺ said that there is two types of joy and happiness for the one who's fasting. The first one is when he breaks his fast. And of course, it's not because the hunger is gone now or the thirst is gone. Because a lot of us passed in this the same situation, when sometimes you go out from the house from the morning and you just don't come back maybe until Isha time, and you did not eat anything the whole day. But when you go back and start eating, you don't have this type of happiness. This type of happiness, Allah subhanahu wa ta'ala placed it in your heart because you obeyed Allah subhanahu wa ta'ala. When you feel this type of happiness, we need to feel
The other type of happiness is to feel the drive, the desire that you want to meet Allah subhanahu wa ta'ala. Because there is a joy for you when you meet Him because you fasted. This type of desire, if we have it, this type of drive, if we have it in our fast will be different. And of course, every one of us will meet Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala will speak with Him in His own language. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, and he will look at his right, he will see his action. He will look at his left, he will see his action. He will look in front of him and he will see hellfire. So the Prophet ﷺ is telling you to fear Allah subhanahu wa ta'ala, even if you give as a charity a little bit of a date. So if you love to meet Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will love to meet you. And we need to remember that. Ibn Qayyim said that there are two places when you stand between the hand of Allah subhanahu wa ta'ala. The first one in your salah, the second one in the day of judgment. If you perfected the type of standing in between the hand of Allah subhanahu wa ta'ala in the dunya, Allah subhanahu wa ta'ala will make that time when it comes easy. So we all need to focus on that, especially we are coming to that fasting and taraweeh. Sallallahu alayhi wa sallam, yataqabbala minna wa minkum.